لكن لازم تفهم شغلة، الزايد أخو الناقص. الإكثار من الزنك بحسب دراسات غير اللي رايحين نستعرضها في هذا الفيديو يسبب سرطان، أو قد يكون متورط بالتسبب بحدوث سرطان البروستاتا وليس منعه. النباتيين خصوصا وتحديدا لازم يأخذوا مكمل زنك، لأنه الزنك الموجود في طعامهم بسبب مواد اسمها الفايتيتس يتم تعطيل امتصاصه. التستوستيرون الهرمون الذكوري الذي يعطيك الكتلة العضلية ويعطيك قوة التحمل ويعطيك الشعور الجميل ويعطيك الفحولة، هو نفسه يسبب مشاكل أخرى. مكملات الزنك، أفضل نوع ممكن استخدامه لتقليل احتمالات حدوث تضخم البروستاتا الحميد، وبعيد الشر عنكم سرطان البروستاتا اللي هو أكثر نوع منتشر من السرطانات لدى الرجال. تضخم البروستاتا يكون بشكل طبيعي لدى الذكور في سن البلوغ، وتصل البروستاتا إلى تعادل من حيث عدد الخلايا أو تكاثر الخلايا وعدد الخلايا التي تموت، لكن لأسباب مجهولة في سن 40 تعود البروستاتا للتضخم مرة ثانية، حيث أن هذا التعادل بين تكاثر الخلايا وموتها يصبح لمصلحة التكاثر، وفي سن 50 تتسارع العملية. زايد فرح بطل المملكة الأردنية الهاشمية في رياضة فيزيك الرجال، فزت عمري 46 عام بعد 3 سنوات من تشخيصي بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. في هذا الفيديو رايحين نستعرض دراسة ممتازة، وفي نهاية الفيديو رايح أعطيكم شوية نصائح عن استخدام مكملات الزنك. نقص الزنك لدى الرجال فوق 50 وتورطه في أمراض البروستاتا، وهون لما يحكوا أمراض البروستاتا يقصدوا التضخم الحميد وأيضا سرطان البروستاتا، وبعيد الشر عنكم. هذه دراسة ممتازة من عام 2020، فريق بحثي محترم له دراسات كثيرة أيضا جيدة وممتازة. وخلينا نبدأ نستعرض هذه الدراسة. BHP المقصود فيها benign hyperplasia أو benign prostatic hyperplasia، أي التضخم الحميد. هون يقول الرجال في الستينات 50-60% منهم بكون اتطور عندهم التضخم في البروستاتا، ولما يوصلوا للفئة العمرية 70-80 بكون 80-90% منهم متأثرين بالتضخم. الآن هون بيحكي عن الأعراض لما يوصل مرحلة LUT اللي هي خلينا نحكي الأعراض في الجهاز البولي، أكثرها اللي هي بيكون ضعف في جريان البول، إنك تشد على حالك، التردد إنه قبل ما تبلش ما تقدر تبلش، تاخذ وقت طويل بالتفريغ وتنقيط، وكلها أعراض مش كويسة. يعني يفضل إنه الرجل يحاول قدر الإمكان يفعل ما في قدره كوقاية قبل ما يبلش هذا التضخم. وهذا التضخم خلينا نحكي إحنا على البروستاتا، هي في سن البلوغ تبدأ بالتضخم وتصل إلى حجم معين، وبعد ذلك زي ما نشوف بعد شوي تبدأ مرة أخرى في العقد الرابع في سن 40 ترجع تتضخم، بصير في نوع من أنواع عدم التوازن بين الخلايا اللي قاعدة تتجدد الخلايا اللي تموت، فيصير في يعني يصير التوازن بين الاثنين يضرب، بصفي في زيادة أكثر
بانقسام الخلايا، والخلايا اللي تموت بصير نسبتها أقل. هون زي ما قلنا يبدأ التضخم الحميد في البروستاتا حوالي في سن 40 عند الرجال طبعا، ومن سن 50 يتسارع هذا التضخم أو زيادة الحجم تتسارع. فالوقاية خير من العلاج. هون يقول إنه الهرمون مشتق DHT أو داي هايدروتستوستيرون اللي هو المشتق من التستوستيرون، يعني يصير داخل خلايا البروستاتا عن طريق إنزيم اسمه 5-alpha reductase. هذا مهم يعرفوه لأنه رح نحكي عنه كثير، مش ضروري في هذا الفيديو. يعني هذا الهرمون زي ما نعرف يعني حسب الدراسات كثيرة أقوى من التستوستيرون على المستقبل بعشر أضعاف، أو تأثيره أكثر بعشر أضعاف. هون يقول هذه النقطة مهمة، أنه تركيز التستوستيرون، ومن عندي أقولكم سواء التوتال أو الفري أو الحر، ما بيأثر أو يبدو أنه ما بيأثر على تضخم البروستاتا، لكن الدي اتش تي أو إحدى مشتقاته مثلا هون يقول على 17 بيتا ديول جلوكورونايد والأندروستينديول جلوكورونايد، هذول بيسببوا تضخم البروستاتا. وأنا بعرف كمان عن مشتق آخر اسمه 3 بيتا إيديول اللي هو مع أنه من أقوى هرمون ذكوري لدى الرجل، هو يعمل بمثابة استروجين، يأثر على مستقبلات الاستروجين 3 بيتا إيديول، وكثير ناس يورطوا في تضخم البروستاتا وناس يقولوا أنه يحمي، بس هذا موضوع نشوفه بعدين. الآن هون يحكي على أسلوب الحياة وعوامل أسلوب الحياة، وخصوصا التي تؤثر على اللي أحكي لكم عنه دايما، الأمراض الأيضية اللي إلها علاقة كمان بأمراض الدورة الدموية والشرايين. هاي كمان تزيد من احتماليات تضخم التضخم الحميد وأيضا سرطان البروستاتا. وهذا المرض الأيضي السندروم إكس، أو هون يسميه الميتابوليك سندروم، تتضمن حساسية الإنسولين أو موضوع مقاومة الإنسولين وارتفاع ضغط الدم والبدانة، تمام؟ هاي العوامل الثلاثة كمان تزيد من احتمالية تضخم البروستاتا بحسب هاي المراجع هو ذكرها 9 و19. فعشان هيك يا إخوان أهم شيء قبل ما إنك تشوف موضوع الزنك وتشوف موضوع السيالس رح أحكي لكم عنه في فيديو آخر، موضوع الأسبرين والأمور هذه اللي بتساعد، أهم شيء إنك تتبع أسلوب حياة صحي ومنطقي ويكون له ديمومة مستدام، مش شغلة اللي يسموها يويو دايتينج، تعمل حمية وبعدين ترجع تنصح تعمل، هذا أسوأ شيء. عشان هيك أسلوب حياة مستدام. نكمل في هذه الدراسة. هون يقول لك الزنك inhibits mitochondrial acronitase، في الميتوكوندريال هي بيوت الطاقة داخل الخلايا، يقول لك الزنك يمنع عمل إنزيم هذا الأكرونيتيز. هذا الام أكرونيتيز هو يتسبب في أكسدة السترات، تمام؟ الستريت تتحول لمادة ثانية اللي هي الأيزوستريت، وهاي هي زي إذا بتتذكروا من الأحياء أول خطوة في دورة كريب، دورة كريب للطاقة. فإذا الزنك يمنع عمل الإنزيم، تمام؟ هلأ يقول لك المنسوب العالي للزنك داخل البروستاتا ensure the inhibition، تمام؟ يضمن عدم أو تعطيل عمل الأكرونيتيز الام أكرونيتيز، ولكن في نفس الوقت الزنك تركيزه خارج البروستاتا يكون أقل من منع عمل هذا الإنزيم. وهي نقطة مهمة عشان هيك نعرف
نفهم ليش الزنك يكون تركيزه على داخل البروستاتا. هلا يقول لك تجمع الزنك داخل خلايا البروستات يسبب تمام تعطيل الميتوكوندريا بيوت الطاقة وموتها تمام، وبذلك يمنع تزايد عدد الخلايا. الآن يقول لك كلاهما الزنك والسترات بيختفوا تمام في حالة سرطان البروستاتا، وهذا يعني يعطي مؤشر على الدور الحيوي والمهم اللي يلعبه تركيز الزنك العالي داخل هذا النسيج. بقول لك هون بكل تأكيد داخل الخلايا السرطانية مستويات الزنك تقل لحد 80%، وفي الخلايا اللي أخذوها من الخلايا غير السرطانية لكن اللي فيها البروستاتا اللي فيها تضخم بتكون مستويات الزنك متدنية لحد 50%. طبعا هذا مقارنة بالأصحاء وبحسب هذه الدراسات، وهي هون مذكور مرجع رقم 38. نظرية تركيز الزنك المنخفض سبب محتمل لتضخم البروستاتا الحميد وسرطان البروستاتا. هون يمشي في تفاصيل ما تحتاجوا تعرفوها. هون يقول لك انخفاض الزنك لدى الرجال فوق 50، ويسأل سؤال هل هناك حاجة لاستخدام مكملات الزنك؟ طبعا زي ما نشوف كمان شوي مش جميع أنواع الزنك نفس الشيء، أنواع المكملات في الأصفر البالغين، طبعا بعدنا نحكي عن الرجال الكبار في السن معرضين أكثر لتضخم البروستاتا والبي سي اي اللي هو سرطان البروستاتا، لذلك ممكن يحتاجوا مكمل الزنك. الرجال اللي عندهم تضخم بروستاتا الحميد وسرطان البروستاتا لديهم يتم طرح الزنك من الجسم أو التخلص منه بكميات أكبر. هاي شغلة لاحظوها في المرجع ومذكورة في المرجع رقم 38. طبعا أنا إذا على اليوتيوب رح أضع لكم في الوصف رابط هذه الدراسة اللي يحب يتابعها أو يقرأها، وبالفيسبوك بتكون في تعليق. الآن هون يقول إنه احتياج الزنك ممكن يكون 50% أكثر عند الأشخاص النباتيين، وهي نقطة مهمة جدا، لأنه الأطعمة النباتية فيها مواد اسمها فايتيتس، وهاي الفايتيتس تمنع امتصاص تعطل امتصاص الزنك من الأطعمة. يعني أنت لما تفكر مثلا أنه نوع من أنواع الحبوب يحتوي على زنك عالي، فهذا لا يقارن بالزنك اللي تأخذه من مصدر حيواني، وهاي نقطة مهمة للأحباء النباتيين. طبعا أنا أحترم مبدأهم ليش يعني السبب اللي تحولوا فيه للنباتيين، لكن لا أعتقد أبدا أنه أسلوب حياة جيد، لا أعتقد ذلك. هذه المواد مثل الفايتيتس تؤثر، أو الفايتيك أسيد تندمج مع الزنك في الأمعاء، وبذلك تمنع امتصاصه. أي شايف إن البايو أفيليبيليتي، بايو أفيليبيليتي أوف زنك اللي هي يعني أنت لازم تأكل الأكل يدخل على الأمعاء بعدين يتم الامتصاص تمام، ويوصل الزنك بشكل تستطيع الاستفادة منه، هاي هي البايو أفيليبيليتي. الهون يتحدث عن نقطة مهمة جدا، أوميبرازول اللي هو دواء شائع جدا لحرقة المعدة
هذا يقلل من حموضة المعدة ويأثر بالتالي على امتصاص الزنك والاستفادة منه، الزنك الموجود في الأطعمة الاستفادة منه، يعمل عملية اسمها كيليشن. تجمع الزنك داخل نسيج وخلايا نسيج البروستاتا يعتمد بشكل مهم على فعالية ما يسموه بنواقل الزنك، تمام؟ وهون ذاكر نوعين، تمام؟ ZNT4 والZIP4. الآن هذا ممكن نأثر عليه إحنا في مواد. هلأ الدايدزين هذا اللي يحكي عنه أحد المواد الفلافونية الموجودة بالصويا، تمام؟ وهون يقول في تجارب عملوها على دايتزين والايزوليز حسنت بشكل عام الأعراض وحياة ورفعت من جودة حياة الناس اللي عندهم أعراض بولية أو تأثيرات بولية بسبب تضخم البروستاتا. وهذه في المراجع 98 و99، لكن بشكل عام هذه مشتقات من الصويا وليست الصويا نفسها، والصويا نفسها للرجال مش كويسة بشكل عام. هون يقول زي ما قلنا قبل شوي، ليس جميع مصادر الزنك متساوية، تمام؟ والآن بدنا نشوف ليش. بالأصفر، العديد من الدراسات أثبتت أن معالجة سرطان البروستاتا، طبعا نحكي وين سرطان غير حميد، بالزنك تزيد من مستوى الزنك داخل الخلايا وتمنع سيل بروفيليريشن اللي هو انها تتكاثر الخلايا ويشجع على موت الخلايا، ويمنع من السيل مايجريشن اند انفيجن، انها مثلا هاي الخلايا السرطانيه في من البروستاتا تنتقل مثلا لانسجه اخرى. هذا المقصود بسيل مايجريشن، الهجره، هجره الخلايا. وانفيجن هي مدى عدائيتها ومدى انتشارها، تمام؟ هذا بالمرجع رقم 28، اللي يحب طبعا يشوف المراجع بتكون في نهايه الدراسه. يعني هون هذه النقطة إنه الزنك ليس فقط وقاية، بل توجد إثباتات أو دلائل علمية إنه حتى في حالة وجود السرطان ممكن يساعد. الآن هاي نقطة مهمة جدا وهي بيت القصيد. إن أورجانيك زنك، الزنك غير العضوي، يعني مثلا الزنك أوكسيد، أكسيد الزنك، تمام؟ قد يكون ليس أفضل خيار للرجال الكبار بالسن. البديل هي أنواع متعددة من الزنك العضوي. إيش يعني عضوي؟ يعني يكون مربوط الزنك مع مركبات عضوية لها شحنة سالبة. مثلا هون يذكر لنا السيتريت والجلوكونيت والجليسينيت، وفي نوع آخر اسمه بيكولينيت. الآن أقول لك هون عند النظر أو أخذ الدقة نشوف موضوع الكيمياء، الكيمياء في الموضوع. هلا بقول لك إذا المركب المرتبط بالزنك يتم تفكيكه في عند درجة حموضة متدنية أو درجة لو بي اتش، يعني درجة حموضة عالية عفوا في المعدة، هذا لن يكون فعال وبصير زي النوع الغير عضوي، تمام؟ إذا يعني كان هو عضوي، المركب اللي متحد مع الزنك كان عضوي لكنه تفكك بفعل حموضة المعدة، يفقد فعاليته، تمام؟ يبطل مفيد. وهون مرة ثانية يقول لك إف ذا لجنند، إنه هذا المركب المتحد مع الزنك يبقى مرتبط، تمام؟ لكن الكومبلكس نفسه ما فادنا في الموضوع، يعني تأثر في امتصاصه وكذا. المهم احنا في نهاية الموضوع البايو افيليبيليتي، زي ما قلت لكم كم نقدر نستفيد من هذا الزنك والشكل تبعه هو المهم. الهون يقول لك نحن ننصح
بزنك متحد مع نوعين من أنواع الأحماض الأمينية. وأظهرت كثير دراسات أنه له أفضلية من ناحية الأبتيك، يعني يوصل بطريقة أفضل للدورة الدموية، وبالتالي كمان ممكن أو تزيد يعني يرفع من تركيز الزنك داخل نسيج البروستاتا وخلايا البروستاتا. يقول لك هون بشكل خاص بالبروستاتا الزنك ستاتس أو إنه كمية الزنك الموجودة تحمي تمام الوظيفة الفسيولوجية وتمنع أمراض البروستاتا من إنها تتطور، يعني من إنها تبدأ أو من إنها تصير أسوأ. لو كانت مبلشة إنها ما تصير أسوأ، يعني المرض ما يتطور. وهيك بقول لك هو حيوي أو شو بنظرهم هو دوره حيوي ضد تضخم البروستاتا الحميد وضد البي سي اي اللي هون مقصود فيه سرطان البروستاتا. لذلك استخدام مكمل الزنك بطريقة مدروسة في كبار السن هي النصيحة التي ينصح فيها، ويعطي استخدامات اللي هو زد ان اي اي ايز الزنك المتحد مع أحماض أمينية، هو الفورم المفضل من مكمل الزنك. هذا مكمل الزنك من شركة جيميسون، متوفر في الأردن، سعره 9.90 دنانير وعيار 25، وفي العلبة 100 حبة، يعني إذا بدك تستخدم حبة واحدة يوميا تطلع عليك الكلفة 9.09 قروش. يعني ببساطة يا معلم خفف دخان إذا بتدخن وبتأمن وضع الزنك. الزنك استخدامه مثلا مع 500 إلى 1000 ملغرام من فيتامين جيم فيتامين سي يوميا يرفع عندك المناعة، وهذا أمر جيد في ظل الجائحة اللي ما نقدر نذكر اسمها. أتأمل تكونوا استفدتوا، ونلقاكم في فيديوهات أخرى. أنتوا عارفين إيش لازم تساووا على اليوتيوب على الفيسبوك، اكبسوا كل إشي. السلام عليكم.